المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة، هتخس من غير ما تحس. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. اعذروني في الفاصل اللي فات، شيف عزة هي مش مجرد فاجئتني بس، هي خطفتني طبعا بالصورة، والحمد لله. اولا عايزة اشكرها، ما عرفتش اشكرها طبعا من المفاجأة، واتخضيت واتخطفت وحاجات كده كتير. يعني هو مش مجرد في الصورة، لا، هو مازال عايش معايا خطوة بخطوة، وعلى طول معايا، يمكن وانا نايمة وانا صاحية وانا بفكر وانا بتكلم هو معايا في كل حاجة. ربنا يرحمه برحمته، وبطلب منكم ان انتوا تدعوا له بالرحمة. تعالوا بقى دلوقتي شجعوني وخليكم كده معايا، اخرج شوية من المود ده علشان نقدر نكمل الحياة مع بعض زي ما هو كان دايما بيقول لي، وزي ما كان دايما بيتفعل ده. النهاردة الاكلة بتاعتنا هنقول عليها مثلا ايه، اكلة من العيار التقيل، هنقول عليها اكلة جامبو. يعني عارفة انت لما بتلاقي حاجة قوية جدا وفيها كل حاجة تقولي ده الحاجة دي جامبو. فاكلتنا النهاردة ملوخية ورز بشعرية وبتنجان مخلل ولسان عصفور وفراخ محمرة، لا دي اكلة جامبو النهاردة ما شاء الله عليها. في المقابل بقى هي كمان عايزة حاجة زيها كده تكون جامبو قوي قوي قوي، تخليني اكل كل ده بامان، وفي نفس الوقت ما اذيش صحتي ولا اذي شكلي ولا ادخل في حتة السمنة اللي ناس بعد ما دخلتها مش عارفة تخرج منها لغاية دلوقتي. هيبقى معانا الحل الامن والسليم، سواء اللي دخلوا السمنة يقدروا يخرجوا منها، او الناس اللي عايزة تاكل الاكلة الجامبو دي. هيكون معانا النهاردة مفاجأة حلوة قوي مع دكتورتي الجميلة وحبيبة قلبي، اختي بمعنى اصح، اللي حضنها من شويه ليا وانا بعيط. كان يعني قد ايه هي حنينه جدا جدا جدا، عشره السنين، دكتور هبه العوضي. ازيك يا دكتور؟ صباح الفل، ربنا يصبرك ويجمعك بيه في الجنه يا رب. اللهم امين. حبيبه قلبي انت عامله ايه؟ هي الملوخيه دي وانت بتعمليها شهقتي؟ لا لا لا، احنا بنسمي بس يعني زي محمد صبحي وهو بيصرخ ساعه الملوخيه. تسلم ايدك حبيبتي على بصي وليمه الجامبو اللي انت عاملاها لنا. بالظبط، يعني مش ناقصه اي حاجه، حتى الشوربه عملتيها لنا. ناقص ناكل بقى، ناكل بقى، ناكل بس ناكل ناكل. بالظبط، كنت لسه اقول لك ناكل كل اللي نفسنا فيه والاكله الحلوه دي، من غير بعد كده ما تندم او ضميري يأنبني او يحصل مشاكل صحيه وجسمانيه. بالزبط. نعمل ايه بقى عشان ضميري مش يأنبني او ان انا ابقى قلقانه؟ لازم اتعلم ازاي اكل. احنا يا جماعه في الشعب المصري يا شيف هاله بناكل كميات رهيبه جدا. ايوه، احنا في مدارسنا في التخسيس وكورسات التخسيس العلاجيه اللي بننزل بيها بنخليك تاكل اللي انت عايزه عشان ما تتحرمش من الاكل اللي انت بتحبه، وما تمشيش على مبدأ الدايت والرجيم القارس، بس في نفس الوقت كل بالعقل، كل بالهداوة، كل بما يرضي الله، كل بالراحة على قدك. طب الناس بما يرضي الله، وده اللي بيرضي ربنا. الناس تقولي اتقوا ربنا في نفسكم يا جماعة. بالظبط، ده انت هتوفروا يا جماعة والله ميزانية ضخمة. يعني اللي كانت بتعمل كيس الرز من دلوقتي مع كرسي الجامبو هتعمل نص كيس الرز. لو انت كنت بتعملي 3 4 صواني كيكات وبتاع وزياده في الاكل، لا انت هتعملي كميات بسيطه، احنا هنوفر عليكي وهنخليكي تاكلي اللي انت عايزاه، وكمان ما تزيديش في الوزن، وهنتحكم في الشهيه بتاعتك كله بفضل الله. طيب انا اشتغل على ده ازاي؟ انا اخلي واحد متعود على الاكل واكيل وبياكل بالليل وجبات متينه، واحده مدمنه حلويات والتانيه مدمنه شوكولاتات. صحيح. وابني اللي عمال يزيد في الوزن مدمن حاجات مياه غازيه وشوكولاتات. اتحكم في الشهيه الصعبه المستمره، وخصوصا ان احنا داخلين في فتره الشتاء. ازاي؟ انا عندي الكبسوله النهارده يا شيف هاله اول مره انزل بالكبسوله المزدوجه داخل كورس الشهرين ال60 يوم. لا يعني ايه مزدوجه؟ مزدوجه
درجة يعني اتنين في بعض، يعني اتنين في بعض. الحلقات او الكورسات اللي فاتت كنت بتكلم على كبسولة اتحكم في الشهية من اول يوم بتقفل معايا الشهية، بتحسسني بالشبع 24 ساعة، ودي كانت حاجة بتطمني وبتريحني ان انا مش ههجم على الاكل. وفي كبسولة تانية اسمها كبسولة التنحيف اللي بتشتغل على الدهون بتاعتي وبترفع الحرق وبتنحت كل المناطق الصعبة اللي متجمع فيها دهون. كانت كبسولة كده وكبسولة كده، وباخد دي يوم ودي يوم. لا، النهاردة والأول مرة نازلة بكبسولة مزدوجة. كبسولة مزدوجة، مش هتلخبطك في مواعيد جرعات ولا هتلخبطك في أنواع كتير. كبسولة واحدة بس كفيلة إن هي تقفل معايا الشهية أول يوم، تشتغل على حرق الدهون المخزنة من برضو من أول يوم، والحصيلة بعد 7 أيام بلاقي فرق من 4 لـ7 كيلو نزول في الوزن على الميزان. من أول أسبوع، من أول أسبوع الكبسولة المزدوجة. قوية، ذكية جدا في معاملتها مع الدهون، ذكية جدا في قفلتها للشهية، كمان أمنة لأني واخدة عليها ترخيص هيئة السلامة والغذاء، لا بتسبب مضاعفات ولا آثار جانبية، وخصوصا لكبار السن أو أصحاب المشاكل الصحية زي الضغط والسكر ومشاكل القلب. يبقى أنا بتعامل مع جسم إنسان، بتعامل معك مع بروتوكول علاجي، على رأسهم الكبسولة المزدوجة، والأول مرة أنزل بيها النهاردة عرض الجامبو يشيف هالة، كورس تثبيت هدية مجانا على كورس الشهرين. اول مرة انزل، دايما بنزل بهدايا متفرقة كده، النهاردة نازلة بكورس مجانا. كورس مجانا هتثبت بيه وزنك اللي وصلت له. حلو. طيب، حلوة قوي الكورس ده لمين يا شيف هنا؟ لاصحاب الاوزان اللي عدت 150 كيلو. ليه؟ انت ممكن تطلب 3 كورسات بسعر كورسين، لان انا قلت الكورس التالت دي، وتاخد الـ3 كورسات تخسيس. يعني لما بتحكي حالتك مع الفريق الطبي، يعني مش شرط ان الهدية النهاردة يبقى كورس التثبيت. بالضبط. انا لو محتاجة كورس تالت للتخسيس اكمل بيه الوزن بتاع، اخد الـ3 كورسات. بالضبط. عادي تخسيس. وافرض عايز انصص الكورسات مع حد معايا في البيت، او حد من اصحابي، امي، ابويا، اخويا، اختي، صاحبتي، اقدر ان انا اقسم الـ3 كورسات. هتاخد 3 كورسات بسعر كورسين فقط، عليهم خصم كبير جدا، بمناسبة ان احنا في فترة برضو دخول مدارس والازمات المادية للبيوت المصرية، دايما بنراعي كل حاجة غليت ما عدا كورساتنا لسه على وضعها ما غليتش. الخصم النهاردة كبير جدا، ومش هقوله، هنعرفه من ارقام التليفونات الموجودة على الشاشة. بس الحصيلة ان في كورس ثالث هدية على كورس الشهرين اللي هتتابع فيه مع الفريق الطبي. مدة الـ3 كورسات قد ايه يا دكتور النهاردة؟ قصدك لحد امتى؟ لا، الكورسات كلها مدتها شهرين ولا 3 شهور؟ ما هو انا مديها شهر ثالث على كورس الشهرين، يعني هيوصلك 3 كورسات. 3 شهور ده اللي بقى، ده اللي قصدي عليه. وكورس ممكن 3 تخسيس او 2 تخسيس و1 تثبيت. تقدر ان انت بتاخد الـ2 تخسيس ليك، او ان انت تاخد تقسم الـ3 كورسات على حسب، على حسب حالتك، على حسب انت عايز تعمل ايه، على حسب ايه اللي في دماغك. بتتم بالمناقشة بينك وبين الفريق الطبي او الدكتور اللي هتتابع معاه. والمتابعة الكورسات مهما كان فترة استخدامك للكورس، شهر، 2، 3، معاك فريق طبي. مش هينفع انك انت تستعمل الكورس وتجيب نتيجة وفاكر انها هتيجي نتيجة من غير ما تتابع. وعشان انا بهتم قوي بضرورة المتابعة الطبية، انا قدمت الخدمة دي مجانية لكل عملائنا النهاردة، مع شحن مجانا للـ3 كورسات النهاردة يا شيف هيلة. حلو قوي. يعني النهاردة دكتور هيبة العوضي عاملة انجاز، عاملة عرض الجامبو فعلا، يعني عاملة لنا النهاردة 3 كورسات مغطيين 3 شهور يا جماعة. الكورس التالت انتوا اللي تقدروا تحددوا الهدية بتاعتكم، عمركم شفتوا حد كمان هو اللي بيختار هديته؟ النهاردة دكتور هيبة هي اللي بتخليكم تختاروا الهدية. انا اكتفيت بالوزن اللي نزلته في الشهرين الاولانيين وخلاص، انا عايزة اثبت وزني على كده، اختار الكورس التالت، يبقى كورس تثبيت بيغطي شهر كمان. طيب لو انا عايزة، لا انا لسه عايزة انزل شوية كمان، ما اكتفيتش بالشهرين الاولانيين، اختار الكورس الهدية بتاعي، يبقى كورس تالت كورسات التخسيس. يبقى كده 3 شهور معانا تخسيس. طب الكلام الحلو ده نلحقه النهاردة، لان كده الكمية هتكون محدودة. نلحق الكلام الحلو ده ازاي؟ عن طريق ارقام التليفونات اللي موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة، نفس ارقام التليفونات عليها خدمة الواتساب، وكمان صفحة الفيسبوك هتنزل لكم.
اهي قدامكم، سواء التليفونات او خدمة الواتساب او الصفحة، هتلاقوا فريق طبي يا جماعة على اعلى مستوى، خبرة عالية جدا جدا في مجال التغذية، بيردوا عليكم وبيفضلوا ماشيين معاكم. النهاردة بقى بنقول لمدة الثلاث شهور، يعني احنا كتير كنا بنقول لمدة شهرين، النهاردة مع دكتور هبة وعرض البوكس الجامبو هيبقى ثلاث شهور المتابعة مجانية، وكمان الشحن مجانا، التوصيل مجانا لأي مكان. يعني اظن ما فيش بعد كده هدية يا دكتور، بنقيها بنفسنا. حلو. او بختارها بنفسي. بختارها بنفسي. متابعة مجانية من اول مكالمة ليا لغاية ما مدة الكورسات تخلص. حلو. متابعة مجانية، وكمان الشحن لغاية عندي مجانا، التوصيل مجانا. وكل العرض الجامبو ده متاح لحد الساعة 7 النهاردة. يا بخت اللي هياخد الكرسي ده يا شيفا هالة، لانه خصم كبير، واللي بيحققه لمريض السمنة او اي حد عايز يخس فعلا قيمة كبيرة جدا. ده بيعفي عنه ان هو يمشي على الدايت والريجيم، وانه يتمنع من الاكل. الكبسولة من اول يوم بتقفل معايا الشهية، الكبسولة من اول يوم بتشتغل على الدهون اللي عندي، الكبسولة من اول يوم بتحرق لي اي اكل انا هاكله النهاردة في الغداء او العشاء او الفطار. عندي نقط كمان مع الكبسولة عشان تشتغل لي على الدهون طول فترة بالليل، لما اخد الكبسولة الصبح تفضل تحرق لي الدهون اللي عندي بالتدريجي طول فترة النهار. النقط بقى اللي بتشتغل على الحرق والنحت طول فترة بالليل. يبقى انا كل هدفي اني خلي جسمك في 24 ساعة مكانة حرق، هخليك تحرق دهونك وانت بتاكل. هو ده الكورس اللي هيحقق لك النقطة دي، بخس وانا باكل. ده غير الاعشاب، ده المنتج الثالث اللي بحطه فيه الكورس. الاعشاب دي مفيدة جدا لكل الستات اللي بيقولوا العيادة هم عارفين نفسهم، بيشتكولي يقولوا لي جسمنا كويس من فوق لكن رجلينا زي رجل الفيل، رجل قد كده بتبقى الشكل صعب جدا، وتعباهم في المشي، عاملة لهم خشونة في الركب، عاملة لهم تقل في الحركة، بجد بيصعبوا عليا. الاعشاب بتنزل المية الزيادة وبتزود حرقك كمان 5 أضعاف، لأن هي اللي بتغسل وبتنظف الأجهزة اللي مسؤولة عن الحرق. نقط وأعشاب وكبسولات مزدوجة جديدة نازلة بيها النهاردة من كل حاجة 2. لما تكون مديالك من كل حاجة 2 يبقى إيه؟ 6 منتجات النهاردة نازلة. كورس الشهرين عليها خصم كبير جدا، مميز جدا النهاردة واستثنائي، مخليها مفاجأة. أيوة. وكمان عندك كورس ثالث تثبيت عشان يثبت ويضمن انك ما ترجعش تاني لزيادة الوزن. حلو جدا. ده دايما السؤال اللي بيسألوه لنا، انا دلوقتي بعد ما خس وخلص المدة بتاعت الكورسات، طب انا ممكن اتخن تاني بالزبط. او انا ممكن اتخن بسهولة. النهاردة في عرض الجامبو احنا بنطمنهم بقى في الموضوع ده، عمركم ابدا ابدا ما هترجعوا تاني ولا هتتخنوا تاني، لسبب بسيط جدا جدا دكتور هبة هتقوله لنا دلوقتي وتفهمكم ليه مش هترجعوا تتخنوا تاني. ليه مش هنرجع نتخن تاني؟ لأول سبب، انا عالجت معدتك الكبيرة اللي كانت لازم تاخد كميات اكل كتيرة عشان تشبع. عالجتها ازاي؟ لما انت تاخد كبسول تسد الشهية يوميا، هتيجي في اخر الشهر هتلاقي مش قادر. جرب يوم ما تاخدش الكبسولة، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك شبعان، شعور الشبع مسيطر عليك من امبارح ومن اول وطول الشهر. يبقى انا صغرت حجم المعدة المطاطي، عالجت الحجم المعدة، يبقى انا عالجت اللايف ستايل بتاع اكلك او طريقة اكلك كتير قوي، نهم شراهة على الحلويات والطواجن. يعني عدلنا السلوك اللي احنا كنا ماشيين عليه، عدلنا سلوك اكلنا بالظبط، وطبيعي جدا جدا. وفي نفس الوقت انا اكلت كل حاجه، ما حرمتش نفسي من حاجه. ناخد تليفون. يلا. مين معانا؟ مها ساميه. يا ساميه اهلا وسهلا. الو، ازاي؟ ازيك يا ساميه، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور هبه معاكي. اتفضلي يا ساميه. صباح الخير. صباح النور. دكتور بصي، انا كنت متابعه معاكي تمام يا دكتور، انا كان وزني 100 كيلو ماشي 100، وكان عندي منطقه البطن عاليه جدا جدا جدا، كنت فاقده الامل ان هي تنزل. علي صوتك، علي صوتك يا ساميه. بقول لك انا كنت فاقده الامل ان هي تنزل منطقه البطن. اه دي اكتر منطقه. انا نزلت في الشهرين 25 كيلو. تمام تمام. حلو جدا. انا عايزه بقى اخد لاختي. عايزه تشتغلي بقى بالكورسات دي على اختك لما لقيتي ان الموضوع جايب معاكي نتيجه.
طيب بص يا سامية، اقفلي دلوقتي واسمعي دكتور هبة هتجاوبك. بس برضو يا جماعة، سواء سامية او اي حد دلوقتي بيتفرج علينا وفي اي سؤال كده في دماغه عايز اجابة ليه، عايز يفهم اكتر عن الكورسات بتاعتنا، تتصل على طول على ارقام التليفونات اللي موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة. زي ما بقول لكم، دكاترة وفريق طبي على اعلى مستوى قاعدين، هم اللي بيردوا عليكم، بياخدوا المعلومات عن حالتكم، بياخدوا ويدوا معاكم، بيفهموكم اي حاجة انتوا عايزين تسألوا عليها، وبيفضلوا معاكم خطوة بخطوة لغاية بإذن الله إن شاء الله لما توصلوا لبر الأمان. بر الأمان ده يعني أنا حافظت على صحتي، خسرت الدهون اللي كانت متخزنة في الجسم بقالها سنين، وهتبتدي بقى تسبب مشاكل. بالضبط كده، تسبب مشاكل، أمراض بقى. النهاردة كورس الجامبو مش بيخسسك، لا ده بيقفل معاك الشهية المستمر، بيزود حرقك للدهون، بينحت المناطق اللي فيها تجمعات دهنية، بيخلي جسمك في حتة تانية خالص، بيخليك بمعنى أصح واحد تاني، لا كرش ولا بطن ولا أجناب ولا مناطق مضايقاني، حتى اللغد التصاق الأفخاد اللي دايما بنشوفه على بنات صحيح. كتير جدا بيتعالج بمجرد ما بتاخد كورس الجامبو. بتخس بقى أو بتاخد الكورسات وعددها إيه؟ على حسب حالتك أنت إيه؟ وبنات وشباب، بنات يعني وشباب كبار سن، من أول 13 سنة أو سن البلوغ لحد 70 سنة آمن. بس خلي بالك إن كل حالة صحية وكل سن ليها كورس مناسب ليها، ما ينفعش أدي الكورس مناسب لشخص دي لشخص تاني. ده اللي بيحدده بقى الفريق الطبي. بالزبط. ودي مهمة المتابعة بقى هنا. بالزبط. زي كده نماذج كده من حبايبنا، تعالوا نشوف الصور دلوقتي ونشوف كده حبايبنا اللي خسوا، ونشوف صورهم قبل وبعد قد ايه، قد ايه بتبقى جميلة. بقت عاملة ازاي؟ يعني في عارفة بتحفز الناس بجد. خس 30 بصوا يا جماعة كيلو. شايفين من ايه لايه؟ البطن ممسوحة. البطن العلوية كانت، لا والجسم كله اتغير ما شاء الله. اصل البطن العلوية يا شيف هالة اللي هي تحت الصدر على طول، من اصعب المناطق اللي تنزل، لان دهونها ورا العضله. لو فكرتي في يوم من الايام ان تخش عمليه نحت وتشفطيها بالانابيب النحت، صعب، ودي ممنوعه وما تنفعش اصلا. ليه؟ لان ما ينفعش انابيب تدخل ورا العضله، ما قدامهاش حل اللي هي انها تخس. طب انا مش عارفه اخس، مش عارفه اسيطر على شهيتي، لا خدي الكورس معانا، كورس الجامبو هيسيطر على شهيتك من اول يوم، هيشتغل على دهونك وتقدري تشوفي نتيجه. واثقت فينا وسمعت كلامنا واتبعت المتابعه او الاجراءات او مواعيد الجرعات مع الفريق الطبي، وصلت للنتيجه اللي هي عايزاها، بحيث بقت نحيفه، مش مجرد بنت خست وخلاص. لا، ما باينه باينه اهي. بصوا يا جماعه، نزول في الوزن. طب بصوا كمان، دي بقى خرافة. اعتقد دي كانت صعبة قوي يا دكتور. انت عارفة دي نزلت كام؟ 75 كيلو. يا نهار ابيض، وزن بني ادم، بني ادم تاني عاقل بالغ طلع من جسمها. انا عايزة بس الناس تبص على السمنة الموضوعية اللي في منطقة البطن، من اصعب الدهون ومن اشرس الدهون، لان هي فعلا دي بقى اللي بتهدد صحتي. دي اللي بتخليني عرضة لارتفاع الضغط العالي، ضربات القلب تبدا تزيد معايا، السكر يبدا يعلى عندي في الدم، والدهون ثلاثيه كوليسترول، مشاكل صحيه انا في غنى عنها، معرضه ليها من كميه دهون البطن لازم انسفها. انت دخلتي عمليه طبيعيه، جراحيه طبيعيه، قاعده في بيتك، وفرتي على نفسك المروح والمجي، وفرتي على نفسك متابعات وفيزيتا ووقت مهدور، قعدتي في بيتك، تابعتي مع الفريق الطبي، اشتغلتي على الكورسات المناسبه ليكي اللي نصحها بيكي الفريق الطبي، اتبعتي التعليمات، وصلتي للنتيجه اللي انت عايزاها بفضل الله. زي ما انتم شايفين كده الحالات. بصوا بقى العنصر الرجالي كمان، ده برضو خصوصا ومش كتير قوي، كانت حوالي 18 كيلو. لا بس 18 مش كتير كيلو. مش كتير ايه يا دكتور؟ ده بصي ما شاء الله، بس الرقم كام؟ 18 كيلو قصاد الحاله اللي قبلها كانت 35 كيلو. 18 كيلو نسفت الدهون اللي في الستر وعاملاه له ظاهره التسدي عند الرجال. كذا حد بيجي لي العياده يقول يا دكتور انا عايز اعمل عمليه التسدي، اقول له طب خس معايا الاول وشوف لو انت هتحتاج العمليه دي ولا لا. انت ليه بتجازف؟ ليه بتجري على العمليه؟ طيب الجا الاول الحلول الطبيعيه، خس معايا الاول، ولو النتيجه مش هترضيك بساعتها اتجه للعمليه. ما في حاله انا قلت لها الكلام ده بفضل الله الا وخلاص استغنت، حتى مرضى الضغط العالي استغنوا عن ادويه الضغط. حلو. او قللوا الجرعات ما شاء الله. ستات كتير بتمشي على عكاز، رجاله كتير مش قادره تقوم بظهرها، في ناس بتمشي بزاويه قايمه ظهرها متن، كميه دهون خليها العمود الفقري مش في صحته المفروض تبقى عليها.
انا اثرت على العمود الفقري، اثرت على الركب، اثرت على الضغط، الكوليسترول، كل المشاكل دي انا مشاكل بشيلها معايا وبجرها ورا ظهري سنه ورا سنه طول ما انا باخر فكره ان انا اخس. بتاخر ليه؟ عشان خايف تمشي على دايت الكبسوله تقفل معاك الشهيه، هتخليك تمشي على دايت اوتوماتيك من غير ما تحس، هتقوم شبعان ومستكفي وراضي بالثلاث اربع لقمات اللي انت اكلت منه، نقنقت عصافير زي ما بيقول. وكفايه ان هم بياكلوا كل حاجه يا دكتور، دي بالزبط. اهم حاجه. عايزين يا جماعه ناكد تاني وننوه على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، عشان على قد ما دكتور هبه جايبه لنا عرض الجامبو وهديه شهر كمان مجانا بقيت 3 شهور النهارده، هي محدده الميعاد، انت قلتي تقريبا لغايه الساعه 7 لحد الساعه 7 شهر تثبيت او تخسيس على حسب انت محتاج ايه. هيختاروا هم هديتهم. يبقى نتصل على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على شاشه، اي رقم من الارقام ونفس ارقام التليفونات عليها خدمه الواتساب، وادي كمان قدامكم صفحه الفيسبوك، سيبي كومنت او ادخلي على الرسائل وقولي انا عايزه عرض الجامبو، هتلاقي الفريق الطبي بيرد عليكي على طول وبيجاوبك، او حتى اطلبي العرض النهارده عن طريق الواتساب او حتى الارقام، يعني كل الوسائل متاحه ليكم. المهم ناخد القرار عشان نبقى خلقنا لنفسنا حياه جديده وصحه جديده. وصحه جديده دي اهم حاجه. وعزيمه. انت فعلا ما جربتش تخس 10 كيلو بس، انا مش قلت لك يعني 50 و60 كيلو زي ما حالات عندنا، 10 كيلو بس هتفرق في قد ايه. في ناس ما بتقدرش توطي تربط رباط الشوز بتاعهم من كميه الدهون اللي في بطنهم وفي صدرهم، في ناس ما بتعرفش تنام طول الليل من النهجان وضيق التنفس، عشان كده بيبقى يومها تاني يوم مش مظبوط، ما بتشتغلش بطريقه اللي المفروض تبقى صح. كميه الدهون دي عرقله في طريقي، عرقله في شكلي، عرقله اني مش قادره البس اللي انا عايزاه. في ناس ما بتقدرش تقوم من مكانها ولا تقوم من مكانها، ما بتقدرش تتحرك. انا لو زدت 10 كيلو بس بتخليني عندي تقول في الحركه، ناولني ناوليني هاتوا الريموت، اطفي النور، هاتي الريموت، هاتي لي كوبايه ميه. وايه التقل بيجيب تقل، والاكل بيجيب تقل، والدهون بيجيب تقل. انت عندك فرصه النهارده، عرض الجامبو مناسب قوي لو انت عايز تقسم الكرسي على 3 اشخاص كل شهر شخص، مناسب قوي لو انت عايز تنزل شهرين وتثبت في الثالث، مناسب جدا لو انت عايز تنزل 3 شهور ووزنك معدي زي الحاله اللي كانت لابسه اخضر 150 و160 كيلو، محتاجه 3 شهور، محتاجه شغل مضاعف، مش مطلوب منك مجهود ولا انك تقفل بقك ولا تمشي على دايت ولا تمشي بالساعات. النهارده عرض الجامبو هيقوم بكل ده. طب ناخد مدام نوال على التليفون. اهلا يا مدام نوال، نورتينا. ازي حضرتك يا شوكا؟ الحمد لله. ازيك انت يا حبيبتي؟ اهلا. ايه الاكل الجميل اللي انت بتعمله لنا ده؟ يلا اتفضلي معانا نتغدى سوا النهارده. والله بتعمل كل حاجه حلوه والله. لو مهنيه تكفي 100 والله تكفي 1000 كمان يعني. ربنا يخليك يا شوكا ويديك الصحه يا رب. يا رب يخليكي. اتفضلي. هكلم الدكتور. دكتور هبه معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا مدام نوال. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله نعمه وفضل. لا والله انا عايزه افرحك يا دكتور، والله يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، انا بشكركم على الهوا ومش عارفه اقول لك المنتج بتاعكم ممتاز قوي. ربنا يخليكي. قولي لي بقى، قولي لنا تجربتك. يلا. انا خدت الكورس طبعا، انا عندي تكيسات على الموبايل والدكتور قال لي عندك تكيسات 90%. طبعا انا بقى لي تكيسات على الموبايل. بقى لي 4 سنين بتعالج ان انا طبعا ايه يعني اخلف وكده، فكل ما اروح للدكتور يقول لي لازم تخسي لازم تخسي، كل ما تروح لدكتور يقول لها لازم تخسي بسبب التكيسات على الموبايل. انا حافظه الدكاتره بيقول لهم ايه ويرجعوا هم يقولوا لي ايه. طب قولي لدكتور هبه انت وزنك قد ايه دلوقتي يا نوال؟ لا انا كان وزني 135 والحمد لله نزلت ل 35. يعني انت خدتي الكورسات بتاع الدكتور هبه؟ خدت الكورس. حلو. طب فرحيني. نزلت 35 يعني كيلو. يعني انا رحت عملت تحليل امبارح والدكتور قال لي الحمد لله اللي انت حامل. ما شاء الله. يا حبيبتي ربنا يبارك. وحابه اشكر حضرتك والله يا دكتوره هبه، ربنا يخليكي لينا يا رب. الشكر لله. الشكر لله يا حبيبه قلبي، كله بفضل بس الله. انا يعني طبعا كده مش هينفع ان انا اخد طبعا كورسات تاني وهي حامل دلوقتي. لا ما ينفعش دلوقتي. ان شاء الله لما تولدي بالسلامه وترضعي 6 شهور، من بعد ال6 شهور امن جدا انك تبداي كورسات عشان تلحقي نفسك ما تزيديش تاني. وخلي دايما اكلك صحي، مش لازم تعتمدي على الحلويات الشراهه في الاكل دي، لا اتجهي دايما للخضار والفاكهه، اتعاملي بشكل طبيعي وبلاش المحمر والمشمر، خليكي في المشوي والمسلوق لغايه لما ان شاء الله تقومي بالسلامه وتكملي 6 شهور رضاعه تبداي تشتغلي معانا في الكورسات. طب ده بالنسبه. نورتينا يا نوال، ربنا
يخليكي، شكرا لك يا دكتوره. مبروك يا حبيبتي. طب ده بالنسبه اللي بترضع طبيعي. طب لو في واحده مثلا من اول مولدت هترضع صناعي، لا خلاص تشتغل تشتغل على طول، انت مش هينزل حاجه للبيبي منك. خلاص اشتغلي ان شاء الله من اول يوم. انت عارفه ان في حالات مثلا بيبقى اللبن مثلا فيه سكر زياده، في حساسيه للبيبي، فالدكتور بيمنع. في ستات ما بينزلهاش اصلا لبن مثلاً طبيعي. فخلاص خلصي فتره النفاس بتاعتك ال 40 يوم ويلا هوبا ابداي اشتغلي على نفسك. امسحي البطن اللي اتكونت طول فتره الحمل، اظبطي نفسك، اظبطي الكرف بتاع وسطك، ما تسيبيش اي دهون عندك ملهاش لازمه، ملهاش اي صفه في جسمك غير ان هي بتبوظ شكلك وبتبوظ صحتك. صحيح. وتبدا حركتك تقل يوم ورا يوم. وراكي خلاص انت بقيتي عندك بيبي، يبقى المفروض الحركه بتاعتك يبقى فيها ليونه، وما يبقاش زي الام المصريه ان هي تبقى لازم تبقى تخينه ولازم يبقى ليها كرش كبير عشان ابقى ام، وان انا الملم من ورا اولادي عشان ابقى ام. ده مش صح. صحتك هي اهم، لانك انت اللي بتخدمي كل افراد الاسره. طب في سؤال كده جه في بالي دلوقتي يا دكتور. فضل. لو واحده قبل الحمل جسمها عادي، يعني ما بتشتكيش من سمنه ولا حاجه، كان جسمها رفيع عادي. جميل. اول ما ابتدت في الحمل، انت عارفه هرمونات الحمل بتتخن جدا. ماشي. دي بعد الولاده الكرسي يناسبها جدا جدا، اللي هو كده السمنه ناتجه عن الحمل وهرمونات الحمل. حلو قوي. الكرسي ممكن يخدمها في الموضوع خلي ده. بالك هي لما بتزيد في الوزن وقت الحمل بتزيد، لان البيبي بياكل من جسمها، فبتحس بجوع بشراهه للاكل، فبتاكل بدل الطقه طقتين، وبتفضل تاكل طول النهار، فالاكل ده هو ده اللي عامل لها السمنه. بالظبط. بلس بقى ان في ميه زايده في جسمها. فمجرد لما بتخلف بتنزل الميه مع الولاده، لكن بيفضل الدهون اللي اكتسبتها طول فتره الحمل موجودة. لازم ابدا اشتغل عليها. طيب يبقى تناسبها جدا. تناسبها لو جدا. بترضع طبيعي بعد 6 شهور. بالزبط. ولو مش هترضع طبيعي تقدر تبتدي في الكورسات على طول. بسرعه يا دكتور قبل ما نختم نقول العرض بتاعنا، عرض الجم. بسرعه بسرعه، النهارده عرض الجم متوفر لحد الساعه 7. عندك النهارده كرسي ثالث هديه على كرسي الشهرين اللي عليهم خصم كبير جدا. هيوصلك النهارده منتجات جامبو كتير جدا، الشحن مجانا، وكمان المتابعه مع الفريق الطبي مجانا. شكرا يا دكتور، نورتيني يا حبيبه قلبي. اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تعجبكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده كان لينا عمر ان شاء الله تعجبكم وتفيدكم اكتر واكتر. السلام عليكم. المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة، هتخس من غير ما تحس.